وصية المرحوم. وصية المرحوم صبري عبد المنعم، فريدة مرسي، يسرية الحكيم، وأحمد خليل. وصية المرحوم كتبها للإذاعة إدوار سليمان. وصية المرحوم إخراج محمود فتح الله. سعادة البي جاي في موضوع مهم بس صغير. موضوع ايه؟ هو موضوع بسيط بس الوقت نفسه يعني كبير الموضوع. لانه حاجة تشرف الميت واهل الميت، والمرحوم كانت قيمته كبيرة. برضو انا مش فاهم موضوع ايه. الكراسي بيه. كراسي؟ كراسي ايه؟ انا مش فاهم. دار المناسبات بيه مش ممكن يكون فيها كراسي؟ طبعا. امال المعزيين هيقعدوا فين؟ اهو ده الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيها. سعادة البي، دار المناسبات مفروشة كراسي أي كلام، ويقعدوا عليها الناس اللي زي حالاتي كده. إنما الناس الأكابر بتعمل ترتيبها في كراسي تانية، بيأجروا كراسي كبيرة مدهبة عليها القيمة. فكرة كويسة يا سيد. قلت لي اسمك إيه؟ مصلحة. سعادة البي، محسوبك مصلحي. عاوز أقول لك حاجة مهمة برضو يا سيد مصلحي. اتفضل يا سعادة البي. مش جايز محدش يجي من الناس الأكابر اللي انت بتتكلم عليهم دول. ازاي ده يا سعادة البي؟ ده انتوا ناس اكابر والحي كله عارفكوا، عارفين المرحوم اخو حضرتك وكانوا اصحابه وحبايبه. انت بتقول دار المناسبات فيها كراسي مش كده؟ ولا انتوا بتأجروها فاضية؟ لا يا سعادة البي، فيها 300 كرسي موجودين على طول. خلاص خلاص، دول كفاية قوي. وحتى لو فاضية ما فيهاش كراسي ما يهمش، ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة ازاي بيه؟ قلت لك ما يجراش حاجة وانا ادرى منك. ادرى مني طبعا بيه، بس يعني اللي جايين يعزوا يقعدوا على ايه؟ محدش هيجي يعزي. محدش هيجي يعزي ازاي بيه؟ ده المرحوم كان حبيب الناس والكل عارفينه صغير وكبير. انا اخو الميت وبقول لك كده. ولو اني مش فاهم حاجة يا اخو الميت، لكن امرك بيه. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. امال جوزك فين؟ موجود يا بابا. اندهيله وتعالوا معايا في الاوضه هنا. ها يا كوثر. أيوة كوثر. ايوه يا بابا. عاوزني في حاجه؟ عاوزك وعاوز جوزك صبري تيجوا تشرفوني هنا شويه في الاوضه. ها صبري. يا صبري. ايوه 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 يا كوثر. بابا عاوز يقعد معاك شويه. تعالى. وشويه ليه؟ ده انا اقعد معاه على طول. دي القعده معاه وحشاني والله، وربنا يديله طولة العمر. ده كم مره فكرت انا وكوثر نجي لك يا عمي، واستعدينا وجهزنا الشنط فعلا، لكن الظروف كانت بتمنعنا. والله الظروف تمنع مره واحده ولا مرتين، لكن مش على طول ولا ايه يا عمي؟ على رايك يا فريد. في ظروف تمنع الانسان 4 سنين. مفيش داعي للمناقشه دي. طبعا موضوع موتي ده مفروغ منه، ومش عاوز اقلب فيه لان فهمت كل تفاصيله. أيوة يا بابا. من غير ما حد يقول لي حاجه. فرحتوا وافتكرتوا ان طاقه القدر اتفتحت لكم. لا 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 يا عمي، الكلام ده جايز ينطبق على ناس تانيين. يا سلام. انما انما ما ينطبقش عليا انا يعني، هو انا يعني انا وسنيه. أيوة. امال ينطبق على مين؟ ان شاء الله هينطبق على صبري وكوثر. إيه؟ شوف ازاي 4 سنين وما قالولكش انت فين. على اللي جم فرحانين وكلوا جاتوه في الاوتوبيس وما جابولناش حتى حته جاتوه في ايدهم. جاتوه ايه بس اللي كلناه يا جماعه؟ جبتوا الجاتوه من محل مين يا صبري؟ جاتوه ايه اللي كلناه بس؟
دول لقمتين اشتريناهم من الفطاطري، ما احنا كنا خارجين من البيت من غير فطار. فعلا الفطير بيوصفوه الدكاترة للناس الحزانة لانه بيهدي اعصابهم شوية. سيبونا بقى من حكاية الفطير دي، ندخل في الجد. ها عاوز اسأل سؤال. الواحد لما ياخد حاجة مش بتاعته ويدي امتلاكها يبقى ايه يا صبري؟ أيوة يا دي تبقى سرقة يا عم سالم. وبعدين بقى وبعدين يعني انا الحقيقة يا عمي ما بفهمش في الحاجات دي. ما تجاوب انت يا فريد. فريد يا عم الحقيقة حيف لنا 100,000 يمين ان الدولاب اللي نقله من قطك بتاعه. ايوة يا بابا الكلام ده حصل يا فريد؟ حصل يا سنية؟ لا والله عظيم على كل. فتحت عيني ما لقيتوش هنا ومفيش غيركم في البيت، افتكرتوا ان موت وضعتوا ايدكم عليه. ايوة يا عمي واحنا جينا لقيناه تحت كمان. اشتريته مني بكام يا فريد؟ ها انا مش فاكر. ايوة قوله. لا 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 يا عمي من غير مؤاخذة قاعد انا وثانية تحت فسمعنا كده كركبة فوق، وما انا بقى طلعت اشوف ايه الكركبة دي، لقيت الفران عمالة تجري في الدولاب. وبعدين ايه اذا كان على الدولاب ده يعني ده الدولاب قديم يعني. انا مستعد ادفع ثمن والله العظيم. بس ما تحلفش. قلت لك ثمن ايه بقى؟ ثمن ايه اللي هتدفعه يا سي فريد؟ قالوا لك ايه؟ بابا بيبيع دواليب. وصلات التأمين كانت فوق التسريح، راحت فين مانيش عارف. ايوه يا بابا، اصل بعت شهيرة بنته تجيبهم من فوق عشان يعرف قيمة التأمين قد ايه. وحصل اللي حصل يا بابا. انا قلت لشهيرة كده بناء على كلامك الصبر. ايه كلامي انا؟ ياه ده انتوا كنتوا مستعجلين قوي على الامر. مش كنتوا تستنوا؟ كنتوا تستنوا لما يدفنوني. بعد الشر عليك يا بابا. بعد الشر عليك. ألف بعد الشر. طب وفرض بقى عم سالم ان احنا خدنا الدولاب فيها ايه؟ ده احنا ما فيش اي فرق بيننا وبينك، وطول عمرنا بنخدمك، والدور والباقي بقى على اللي كانوا هاجرينك وجم النهاردة ومعاهم مجاتو وعايزين ياخدوا الساعة الذهب بتاعتك من الدولاب. وقالوا انك انت قال ايه موصي بيها لابنهم محمود. ايه اللي بيستطفى المية العكرة ده اللي فيكم؟ ما تجيبهوش فينا. ايوه اسالوا يا بابا بس فين السبحة الكهرمان بتاعتك. وانت كان موقفك ايه يا صبري؟ مراتي صادقه يا عمي. انا سمعتك في الحقيقه بتقول لها قدامي ان الساعه دي لمحمود. شفتم؟ لا 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 قدامك. غريبه، لازم انا ساعتها كنت عيان وبخرف. انتوا ما عندكوش شهود يشهدوا بوصيتي اللي انا عمري ما قلتيه؟ صبري ومراته هم اللي بيطمعوا في كل حاجه، وبعدين يعني حكايه الساعه دي هم عايزين ياخدوها كده بدون وجه حق يا عمي. شوف ازاي يا خبر ابيض. ايوه صحيح فكرتوني، انا شفته بعيني بيسبح بيها ساعه ما دخلت عليكم وانتوا بتتغدوا لما نزلتم من فوق اول مره. ايوه مظبوط يا عمي. ده اقول لك الحق بقى يا عمي عشان انا ما بكذبش، والبتاع قافش على ايدي قوي وعلى صباعي هيطيروا. صبري هو اللي دهالي وقال لي خد خبيها معاك وبقى دهاني وانا مسافر عشان تبقى بركه من عمي. وحياتك يا عمي ما حصل. انا لديته سبح ولا عمري شفت سبح ولا عمري طمعت في حاجه غيري، بس اهو اديك شايف عمال يغلوش في الكلام علشان حضرتك تنسى حكايه الساعه الدهب. والساعه الدهب فين دلوقتي؟ انا معيش غير الدبلة. في الدولاب يا بابا. ايوه في الدولاب اللي اشتراه منك فريد. ايوه في الدولاب. بتعمل ايه في الدولاب دلوقتي؟ ماني كنت انا شلتها في الدولاب يا بابا. ما هو الاستاذ صبري ادعى انها بتاعت ابنه. انا ما بدعيش ابدا. انا راجل غني ومستور ومش محتاج لساعة او لغيره. انا هوريك يا عمي النوتة اللي انا بأيد فيها اسماء الطلبة اللي بياخدوا عندي دروس والمبالغ المحصلة منهم كمان. ايوة وريهم علشان تعرف ان عيني مليانة ومش ممكن ابدا ابدا امد ايدي لحاجة مش بتاعتي. اتفضل يا عمي ادي النوتة.
طب حوش اللي وقع منك بقى يا صاحب المبالغ المحصلة. الله، ايه اللي وقع دي؟ ده جراب نظارتك الذهب يا عمي. حتى النظارة كمان ما تعتقوهاش. ده كان عايز يقلش البيت كله لولا انا وقفت له. يا خبر، ايه اللي حط نظارتك في جيبي كده؟ انا الحقيقه يا عمي انا يظهر افتكرتها نظارتي. أصلا يا عمي جراب نظارتي شكله تمام. مظبوط. طب خليه بقى يوريك جراب نظارته يا عمي. نشوف شنبرها ذهب ولا لا. قوي 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 قوي. ايوه الله، نظارتي راحت فين؟ يا خبر يا خبر يا صبري، يظهر نسيتها بقى في الاوتوبيس اللي كنا جايين فيه. لا يا شيخ، صبري عمره ما لبس نظاره يا بابا. او يظهر بقى نظاره عمي نطت دخلت جيبه، يظهر انها كانت نظاره شقيه. زي الخاتم. لا بقى، وانت الصادق اللي شقي شويه، الخاتم الذهب بتاع عمك اللي نط ودخل في صباعك. ده حتى يعني ده دخل في صباعي بالعافيه. ده انت ناسي انه في صباعك عشان الحق يبان. لقط الخاتم اللي كان على الكوميدين واللي جنب سريري وانا نايم يا فريد. انا يا عمي انتهت الجلسة، وبعد استراحة قصيرة نقعد قعدة تانية لصدور الحكم. الجلسة أديكوا فكرة كاملة عن كل ما أملك. أولا 30 فدان، ثانيا 40,000 جنيه في البنك، ثالثا مصوغة وحلي ذهب مودعة في البنك بمبلغ 50,000 جنيه، والوصية الجديدة اللي هكتبها بكرة ومش هظلم حد فيكم، هيكون نصيبكم متساوي في حالة قبولكم للشرط اللي انا هقوله. احنا موافقين على اي حاجة. ربنا يطول من فضلكم. ايه هو الشرط؟ انا هسيب كل ممتلكاتي وثروتي للانسان اللي هيعيش جنبي يخدمني باخلاص كلنا يا بابا لاخر يوم من حياتي. كلنا يا بابا. انا شخصيا يا عمي مستعد اسيب وزاره التربيه والتعليم والدروس الخصوصيه واجي اعمل مشروع. شايف يا بابا؟ هيعمل محل نظارات من النظارات اللي بيسلكها منك. لا، هفتح معرض موبيليا في دواليب وانت الصادق. ولا هيفتح محل ساعات ومجوهرات. ولا هيفتح محل فطاطر سري. ارجوكم السكوت علشان انطق بمضمون الحكم بالاطلاع على صحائف احوالكم. انا اخترت مين يعيش معايا. مين يا بابا؟ مين يا بابا؟ قول يا بركتني. قول سميرة. سميرة جارتنا ست أصيلة وأعرفها من 25 سنة. 25 سنة؟ كانت صاحبة المرحومة. 6 سنة بينقص سكر. الله، لا يوم كدبت ولا يوم نصبت ولا يوم ادها الزور ولا يوم خانت العهد. بكرة هروح للمحامي بتاعي أخليه يعمل كل الإجراءات وكل طريقة علشان يطلعكم ايديكم فاضيه من الميراث. ايه بس يا بابا؟ الميراث اللي هحاول انه يقول كله للست سميره. الست سميره مراتي، واكون سعيد جدا لو خدتوا بعضكم وسافرتوا الليله. ايوه بس الدبله زنقه قوي. وهكون سعيد واسعد لو تخلوني ما اشوفكوش ابدا طول العمر. كنتم مع سباعية وصية المرحوم. اشترك في التمثيل نظير عبد الجابر،
صلاح عفيفي والطفلة هند السنباطي. الهندسة الإذاعية محمد صادق. وصية المرحوم كتبها للإذاعة إدوار سليمان. إخراج محمود فتح الله.